الإيراني بالفتة الحمراء والمنتخب البحريني. لا 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 لا، حركة غير رياضية يقوم بها اللاعب البحريني من سلمان برباط. جعفر مرة للصياد، دخل الدفاع وعلى ثبات قدن تسديدات على ثبات لهذا اللاعب. نادي مداد، جعفر عبد القادر يسدد فوق المدافع. يخرج اللاعبين لمدة دقيقتين لكي يهدئ اللعب، وإلا التجديد من مهدي مدان. جعفر عبد القادر، محمد عبد القادر الجناح الأيسر. رائع الفنت، رائع الفنت الأولى لي محمد عبد القادر أمام محمود عبد القادر للمرة الثانية. ينجح الجناح الأيسر ويعطي الفارق للمنتخب الإيراني في الشوط الأول. جعفر عبد القادر يحاول التسديد وينجح. ينجح جعفر. تبقى الكرة للمنتخب البحريني، غابة الحلول. التسديدة هذه المرة من عبد الله صديق مهدي مدان على مستوى الخط الخلفي. شاهدوا اللعب، اللعب في المحور فقط والاعتماد على جعفر عبد القادر والتسديدات. يجب التسديد. تسديدة و الهدف للمنتخب. تبقى كرة المنتخب البحريني متفوق عدديا. يجب فتح اللعب. نعم هذا هو اللعب، شاهدوا اللعب عندما تفتح اللعب في الجهة اليسرى. تصل الكرة للجناح الأيمن. يجب التمرير بسرعة، التمرير بسرعة. نعم هذا هو الحل. ومحمود عبد القادر هذه المسبقية. دفاع 5-1 مباشرة على جعفر عبد القادر. شاهدوا الجناح الأيسر للمنتخب البحريني أين يلعب. المفروض في التنسيق والتحضير جعفر عبد القادر. مهدي مدان حاول التسديد على ثبات رائع. موهبة تحكيمية لكن من الجانبين وليس من طرف واحد فقط. طلع صديق في القائم الأول. الظهير الأيسر رجبي محمد ريزا. الكرة تعود للمنتخب البحريني والهجمة المرتدة. هل سيخلص الفارق؟ نعم. محمود رائع من بويا نورو زنهان زنهاد عفوا. الهدف الرابع له في المباراة. عبد القادر ينجح من أمين كازمي نور الدين. منتخب البحريني في الهجوم. عبد الله صديق سرعة الذراع بقوة. نعم دفاع رائع للمنتخب البحريني عن طريق علي ميرزا. والهجمة المرتدة والهدف يأتي عن طريق مهدي مدن. التقطع في الجهة اليسرى. جعفر عبد القادر يمر لعبد الله صديق. تصل الكرة للجناح والتعادل. التعادل للمنتخب البحريني يأتي عن طريق سلمان برباط. الجناح أو الدائرة لكن المنتخب البحريني سنتر بسرعة. بخمس لاعبين جعفر عبد القادر وعبد الله صديق لكي يعود ويقلص الفارق إلى هدف واحد. في يد محمود عبد القادر. ضيع واحدة في الشوط الأول. هل سينجح؟ نعم يضيع لكن يعيدها اللاعب لكن على مرتين. ومحمود عبد القادر ينجح ويعدل النتيجة بفضل هو التصدي لي عبد الحسين محمد. وفرصة التقدم في النتيجة للمنتخب البحريني في يد تكلفه البطاقة الحمراء. وفرصة أخذ الفارق بهدفين في يد محمود عبد القادر. ينجح محمود عبد القادر أن يعدل النتيجة ويأخذ الفارق. كرة الفوز، كرة الإطمئنان للمنتخب. والكرة في يد جعفر عبد القادر تعود أيضا للمرة الثانية لشقيقه وبالركلة تنهيها. ينهيها محمود أول لاعب ثاني ليس محمود محمد المقابي. ينهيها بحركة فنية جميلة ويهدي الميدالية البرونزية للمنتخب البحريني. مبروك للمنتخب البحريني بالمركز الثالث.
والميدالية البرونزية الأولى في تاريخه في الألعاب الآسيوية. مبروك للمدرب الجزائري صالح بوشكري على هذا التتويج وهذا اللقب في انتظار المباراة النهائية.